ركزت حكومة النظام خلال الأشهر القليلة الماضية في إدارة الأزمة المعيشية على التعامل مع المواد المدعومة التي تمس حياة السوريين في مناطق نفوذها بشكل مباشر ويومي، ولجأت إلى رفع أسعارها أو تخفيض مخصصات المواطنين منها أو حتى إزالتها من الدعم. المبرر لهذه السياسة جاء أولاً من صحيفة الوطن المقربة من النظام السوري، وهو عجز الحكومة عن تمويل المواد المدعومة لانعكاس غليان الأسواق العالمية على الكميات المتاحة من المواد الغذائية. لاحقاً برر رئيس حكومة النظام حسين عرنوس ما اعتبره تحريك أسعار الخبز والمازوت بأسباب خارجة عن الإرادة لكلا النوعين لضمان استمرار تأمينهما. ذر الرماد في العيون. رفعت الحكومة أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية والسلع اليومية على الرغم من استقرار تشهده الليرة السورية في قيمتها أمام الدولار الأمريكي. وفي الوقت نفسه أقر رئيس النظام بشار الأسد زيادة على الرواتب والأجور في 11 من تموز الماضي بنسبة 50% على رواتب العاملين في الدولة ونسبة 40% على رواتب المتقاعدين. وبعد أن كانت الذريعة الأولى للحكومة في رفع أسعارها هي هبوط قيمة الليرة السورية أمام الدولار قبل نيسان الماضي، صارت ذريعة ارتفاع تكاليف الإنتاج هي السبب البديل الذي يناسب المرحلة. كما يرافق القرارات الاقتصادية أو المالية التي يتخذها النظام ورأسه ترويجاً وضخاً إعلامياً حول جدوى هذه القرارات وقدرتها على السيطرة على زمام الأمور، كالترويج الإعلامي الذي حظي به قانون حماية المستهلك الجديد الصادر في نيسان الماضي، بالإضافة إلى الواقع الاقتصادي الهش. تبرز أزمة المياه ضمن مناطق سيطرة النظام كترجمة فعلية لسوء شبكات المياه وبناها التحتية وعدم القدرة على تشغيلها، خاصة في العاصمة وريفها ومحافظة حماة وحمص وطرطوس، ما دفع الأهالي للاعتماد على الصهاريج لتأمين مياه الشرب. وتعاني مناطق سيطرة النظام من غياب التيار الكهربائي لساعات طويلة ضمن تقنين يأتي بالكهرباء لساعات قليلة في اليوم، ما أثر على العملية التعليمية. كما تحتل أزمة المحروقات مرتبة متقدمة أيضاً ضمن الأزمات التي تعاني منها مناطق سيطرة النظام، وتتجلى هذه المشكلة بسيطرة قوات سوريا الديمقراطية قصد على أهم حقول النفط في مناطق شمال شرقي سوريا بدعم من القوات الأمريكية، كحقلي رميلان والإشدادي في محافظة الحسكة وحقلي العمر والتنك في محافظة دير الزور. ورغم بيع قصد النفط لعدة جهات من بينها حكومة النظام، فإن ما يصل إلى النظام من نفط شمال شرقي سوريا لا يكفي لسد احتياجاته من الكنز السائل.